طيب قول لي تقريبا كده كم سيدة معيلة وفتيات متسربات من التعليم تقريبا مستفيدة من المشروع بتاعكم؟ يعني ممكن أقول في المصنع الواحد ممكن نقول من 20 ل 30 واحدة. هم كم مصنع؟ احنا تعاملنا تقريبا من 4 لـ5 مصانع لحد دلوقتي، وبرضو ال20 دول مش ثابتين، لان هم يعني بيبقى في حاجه اسمها تقريبا عندهم بقى شيفتات او حاجه زي كده، فبيبقى في كذا ست او بنت متعلمين الخياطه فبيبتدوا يشتغلوا، فاعتقد ان العدد يبقى ممكن يوصل لعدد كبير يعني، بس تحديدا يعني ممكن نقول رقم مجازيا من 50 ل 60.